لو رحنا على أي طبقة رايت كليك وعلى إجروبرتيز وعلى السورس، ننزل إلى الأسفل قليلا، في عنا السبيشال ريفرنس، المرجع نظام إحداثيات مسقط اسمه بالستاين جريد 1923. مهم جدا التعامل مع الطبقات داخل برنامج RGS إنها تكون معرفة إحداثياتها أو تكون موجود لها نظام إحداثيات، ما تكون نل بدون إحداثيات. إذا واجهة الفيو أو العرض، وفي عنا شريط الحالة، بنرجع بنضيف باقي الطبقات، هاي طبقة خاصة في المباني، طبقة الطرق وطبقة التري. قبل استكشاف هدول الطبقات وهدول المعالم الجغرافية الموجودة داخل الطبقات، بدي أقوم بنسخ هدول الطبقات داخل قاعدة بيانات الخاصة بالبروجكت، وبترك النسخة الأصلية موجودة على جهاز الحاسوب. لو رجعنا على المجلدات الخاصة بهذا المشروع، في عنا اسم المشروع اللي هو تيست 2، بداخله موجود قاعدة بيانات اسمها تيست 2، وأيضا هاي القاعدة هي نفسها موجودة في الداتابيس الخاصة في المشروع. فأنا بقدر إنه أتعامل مع قواعد البيانات من خلال المجلدات الخاصة في المشروع أو من خلال قواعد البيانات. طبعا قواعد البيانات فاضية، ما في ولا أي طبقة، بدي أقوم بنسخ هذول الطبقات السبعة داخل هاي قاعدة البيانات. بضغط على قاعدة البيانات رايت كليك، ومن ثم امبورت، نستخدم الفيتشر كلاس. طبعا مصطلح الفيتشر كلاس اللي هو مصطلح الخاص باللاير، نقدر نضيف الطبقات واحدة واحدة، سحب وإفلات، أو بقدر أجي أحدد طبقة، بضغط على زر الشيفت في لوحة المفاتيح لعند طبقة البلوك 3، بضغط بزر الفأرة، نقوم بتحديد جميع هذول الطبقات وبضيفهم مرة واحدة. طبعا في عندنا كمان طبقة سابعة ما كنت بإضافتها على البروجكت الخاص في الماب، أنا بقدر أرجع لها وأضيف هاي الطبقة. مجرد ما ضفتها برجع بضيفها على هاي الأداة اللي بتكون بتحويل أو بنسخ أو باستيراد الطبقات أو البيانات الجغرافية الموجودة في جدول المحتويات موجودة في لوحة المحتويات إلى قاعدة البيانات الهدف. طبعا قاعدة بيانات الهدف تلقائيا بتم حفظها في الأوتبوت. طبعا بقدر إن أغير مكان الحفظ، لكن إحنا معنيين بهاي الجي داتابيس إنه يتم حفظ هذول الطبقات. نضغط على رن، بعد الانتظار أعطانا إشارة خضراء، يعني العملية تمت بنجاح بدون ولا أي مشاكل. في عنا 3 إشارات، أخضر وأصفر وأحمر. الأخضر completed، الأحمر ما تمت هاي العملية نتيجة لأسباب معينة وبيتم عرض الأسباب، واللون الأصفر بيكون عملية تحذير إنه تمت الأداة لكن في مشكلة في المخرجات، يعني بعطيني مخرجات بس هذول المخرجات بيكون فيهم مشكلة معينة، لكن اللون الأحمر إنه الأداة ما اشتغلت من مرة. مثلا لو إحنا قمنا بتغيير اسم قاعدة البيانات، خلينا إحنا نغلق جميع هذول الطبقات، مثلا هاي الطبقة بدنا نقوم باستيرادها على قاعدة بيانات تانية، لكن قاعدة البيانات بدنا نغير اسمها، اسم مش موجود عندنا. أعطاني هون علامة إكس، وإذا لم يعطيني هاي الإشارة بضغط على رن، مباشرة بعطيني الرسالة إنه المعامل مش موجود، إنه المعامل فيه خطأ. بعد ما قمت أنا بنسخ الطبقات من قاعدة بيانات موجودة على جهاز الحاسوب إلى قاعدة بيانات جغرافية موجودة داخل البروجيكت، بقوم بإغلاق جميع هذول الطبقات. كيف احنا بنقوم بإزالة الطبقات؟ بقدر أحدد الطبقات ورايت كليك نعمل ريموف أو طبقة طبقة، بحدد الطبقة اللي بدي أقوم بإزالتها رايت كليك ريموف، أو بحددها وبعمل من خلال لوحة المفاتيح بحدد جميع الطبقات، بقوم بالضغط رايت كليك في أي مكان ومن ثم ريموف. برجع لقاعدة البيانات اللي تم نسخ عليها الطبقات اللي راح نتعلم التفاعل واستكشافهم. أهم نقطة في إضافة البيانات إنه يجب إضافة الطبقة من حيث المساحة، اللي فيها مساحة أكبر بتكون في الأسفل والأقل مساحة بكون فوقها لحد ما نوصل لأصغر وأصغر. كيف يعني؟ في عندنا طبقة البلوك أو الستادي إيريا هي أكبر طبقة موجودة عندنا. طبعا هاي الطبقة من نوع بوليجون مضلع، في عنا طبقة من نوع خط، في عنا طبقة من نوع نقط. نضيف منطقة الدراسة اللي هي اسمها بلوك 3،
عندنا هاي أكبر طبقة، عشان هيك إحنا ضفناها أول طبقة. طبعا أنا بقدر إن أضيف جميع الطبقات مرة واحدة، نقدر نحددهم، نسحب داخل شاشة العرض يتم الإضافة. بدي أقوم بإغلاق الطبقات الخاصة من نوع نقط وخط. فقط عندي جميع الطبقات من الخاصة، وأنا حاليا عندي طبقات من نوع فيكتور، يعني في عندي طبقات متجهة أو من نوع فيكتور داتا على شكل مضلعات. منطقة الدراسة، وفي عندنا منطقة الدراسة مقسمة لعدة أحياء، في عندنا الشوارع على شكل مضلع، وفي عندنا شوارع بشكل خط، نوعين من الشوارع، وفي عندنا قطع الأراضي والمباني. إذا قمت بنقل أو سحب منطقة الدراسة من أسفل إلى أعلى، جميع البيانات الموجودة لا تظهر. وهذا المقصود بأنه إحنا لما نضيف بيانات لازم نضيف البيانات الأكبر مساحة والأصغر ثم الأصغر. وآخر إشي بيكون عندنا الطبقات اللي من نوع خط، واللي فوق الخط بيكون نقط. هذا أفضل ترتيب للطبقات عند إضافتهم داخل لوحة المحتويات. وأيضا لو في عندي أنا بيانات أو طبقات من نوع راستر داتا، الراستر داتا دائما بكون في الأسفل. يعني عندي أنا صورة فضائية أو جوية، إذا قمت بنقلها إلى الأعلى تم إخفاء جميع الطبقات أسفل الصورة الفضائية، عشان تظهر برجعها أسفل الترتيب. منطقة الدراسة بنفس الطريقة، لإظهار وإخفاء أي طبقة من خلال المربع فقط بقوم بإزالة إشارة التك. هيك أنا أخفيت جميع الطبقات. أيضا في عندنا في لوحة المحتويات عدة أيقونات. في عندنا Drawing Order أو ترتيب الرسم، أول قائمة هاي من خلالها بيتم ترتيب جميع الطبقات بشكل مناسب واختيار عدة أمور. أما القائمة الثانية أو الأيقونة الثانية خاصة بالداتا سورس، يعني إحنا بنقدر من خلال هاي القائمة نعرف إحنا كل طبقة شو المصدر تبعها. يكون عندنا في هذا المصدر الأول في جميع هدول البيانات، في عندنا المصدر الثاني الخاص بالبيس ماب، هاي المصدر الخاص به. ولو في عندنا كمان طبقات من غير هاي قاعدة البيانات أيضا بتظهر بهذا الشكل، قاعدة بيانات ثانية. عندنا أيقونة الخاصة بالسيلكشن، يعني أنا بقدر أحدد طبقات معينة ما بقدر أعملها سيلكشن. يعني لو ظهرت طبقة منطقة الدراسة مع الأحياء، قمت بإزالة التحديد عن الأحياء، لما اجي اعمل سيلكت لهون ما بقدر اعمل سيلكت للاحياء، فقط بعمل سيلكت لاي طبقه بدون الاحياء. عندنا ايقونه خاصه بالايديتنج، يعني انا في حال بدي اقوم بالتعديل على عده طبقات بقدر ان استثني التعديل من طبقه معينه. لو رحنا على التبويب الخاصه في الايديت، في عندنا كرييت فيتشر، نقدر احنا نرسم منطقه ثانيه او حي اخر. في حال قمنا إلغاء الإيديت عن السيكتور فبتختفي عنا من هون، نقوم بتفعيلها أي عاودت ظهرت. أيضا قائمة السناب، لما أجي بدي أرسم مثلا فيتشر جديد أقوم بإلغاء الصورة الجوية، بدي أرسم فيتشر جديد بحيث إنه ما يتقطعش داخل هذا الحد، يكون على الطرف بالضبط، بيظهر عندنا زي مربع. هذا المربع هو نوع أو صنف من أنواع السناب، بقدر ألغيه وبقدر أفعله. لو أنا كنت بإلغاء السناب عن السيكتور مثلا وأجي أرسم البلوك، في عندنا هون حد سيكتور، خلينا نظهره بشكل أوضح. هاي السيكتور الأوتلاين خليه لون أسود، نكبر الخط. هذا الخط الأسود ما في عليه ولا اي نوع من السناب. اذا برجع بفعل السناب عليه بصير يقدر يمسك الحواف الخاصة بطبقة السيكتور. كذلك الامر جميع الطبقات. وفي عنا قائمة خاصة بالليبل او بالنصوص، اذا انا مفعل ليبل معين، هيك انا فعلت الليبل الخاص على السيكتور، ظهر عندي اسماء معينة بقدر أخفيها من هون. وآخر أيقونة خاصة بالصور الجوية والفضائية والاستشعار عن بعد، وأمور متقدمة راح نتطرق لها في الأيام القادمة. كذلك بالنسبة للسيلكشن والإديت،
والليبل أو النصوص راح يتم شرحهم كمان شوي أو بعد قليل.